وصلنا لحكي ميديا مع أيهم. مساء الخير أيهم. مساء الخير لكل مشاهدينا. من أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي هبوط الليرة السورية إلى أدنى مستويات منذ عام 2016 متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي وتضرر الاقتصاد بسبب تجديد العقوبات الغربية على نظام الأسد حسب خبراء اقتصاديين. بلغ سعر الليرة السورية تقريبا 660 ليرة للدولار، طبعا تختلف باختلاف المناطق. هذا الانهيار الكبير لليرة السورية انعكس على واقع المواطن وزاد معاناة السوريين في البحث عن تأمين لقمة عيشهم وسط تزايد المشكلات الاجتماعية والمعيشية، وذلك طبعا بسبب ارتفاع الأسعار مباشرة بنسبة 15%، إضافة إلى أن محللين اقتصاديين يرون أن الفترة المقبلة ستكون أكثر غلاء وسوءا. فكيف يمكن للمواطن السوري الذي لا يزيد دخله الشهري عن 45,000 ليرة أن يعيش وسط الغلاء ونهج التجويع والتفقير؟ الفقر أصبح يطال أكثر من 85% من السوريين في ظل فلتان الأسواق وتفاوت الأسعار بل وانتشار السلع المخالفة. وقد انتشرت أخبار منذ أيام تفيد بأن أكثر من 50% من اللحوم في دمشق غير صالحة للاستهلاك البشري، كما جاء في مقال على العربي الجديد. طبعا السوريون تفاعلوا مع هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع بعض التعليقات. محمد علق: أظن لرامي مخلوف واختلافه مع آل الأسد دور في انهيار الليرة السورية. التعليق الآخر، طبعا الباحث الاقتصادي مناف علق: من أسباب ما يحصل لليرة السورية توقف الائتمان الإيراني وفاتورة دولارية شهرية مرتفعة ونقص في السلع والخدمات ونفاذ الدولار من خزينة الدولة وإيكال استيراد القمح والمشتقات النفطية للقطاع الخاص وطبع عملة بدون تغطية انتاجية تقريبا 700 مليار ليرة في الأسواق بدون تغطية. طبعا مناف كومان حب شوي يشرح لنا أسباب هذا الانهيار للليرة السورية. التعليق الأخير من بلقيس سفر: على السوريين التعامل فيما بينهم بالمقايضة أو عملات دول الجوار أو السندات المؤجلة أو عملات صعبة. الليرة السورية لا قيمة حقيقية لها، أغلب مناطق النظام يرفضون التعامل بمبلغ يفوق 50,000 ليرة سورية، حذر شديد وحتى أحيانا بتاتا لا يتعاملون بالليرة. بالنسبة لموضوعنا التالي وهو فضيحة جديدة للفيسبوك، فيسبوك يعترف بتسريب بيانات 490 مليون حساب بين رموز تعريفية وأرقام هواتف. يوتيوب أيضا يتكبد غرامة تاريخية بقيمة 170 مليون دولار بعد اعترافه بجمع بيانات عن الأطفال دون الـ 13 عام. ولكن كيف تسرب أكثر من 419 مليون من أرقام هواتف المستخدمين على فيسبوك؟ طبعا ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر. خلينا نشوف لو سمحتوا شوي التغريدات على هذا الموضوع. المئات من التغريدات إجت على هذا الموضوع. طبعا هون حساب سي بي اس نيوز حكى عن فيسبوك. طبعا تم العثور، أو شو السبب، خلينا نوضح شو السبب. تم العثور على خادم فيسبوك الذي يحتوي على بيانات قواعد تضم أكثر من 419 مليون مستخدم والمرتبط بمعرفات حساب فيسبوك الخاص بهم دون أي حماية. يعني أي شخص يبحث عن مثل هذه الأشياء يمكنه العثور على قواعد البيانات هذه والوصول إليها. ولكن فيسبوك بماذا رد وشو أكد؟ أكد المتحدث الرسمي، خلينا نشوف الموقع لو سمحتوا. أكد المتحدث الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قواعد البيانات قد تم إغلاقها ولا يوجد دليل على أن حسابات فيسبوك قد تم اختراقها كنتيجة لذلك. ووفقا لتقرير صحيفة الجارديان، يحاول فيسبوك التقليل من تأثير فوضى الأمان والخصوصية هذه من خلال الادعاء بأن العدد الفعلي للمستخدمين الذين تم الكشف عن معلوماتهم كان بنحو 210 مليون
مستخدم، يعني رقم 419 مستخدم كان مكرر. ولكن أكيد هالشي ما برر لفيسبوك هذا الخطأ، يعني 200 مليون مثل 400 مليون، المهم أنه حسابات الناس انكشفت وأرقامهم انكشفت. خلونا نشوف تعليقات الناس حول هذا الموضوع. أسامة علق، طبعاً أسامة مصري، شعورك إيه لو حصل خلال خلل في الفيسبوك وكل رسائلك نزلت بوستات على صفحتك؟ تعليق الآخر رامي، واحد صاحبي أصلع كان عاوز يزرع شعر، فطلب معلومات من صفحة على الفيسبوك، ويا ريتني ما طلبت، فيسبوك كله إعلانات عيادة شعر. وهذا يمكن كثير بمر معنا، إنه أي شيء بنبحث عنه بعدين بيصير بيتكرر بطريقة غريبة، حتى أحياناً مجرد إنه نشعر بهذا الموضوع تلاقي الإعلانات لحالها بلشت تطلع. هذا دليل على إنه فيسبوك هل هو عم يقرأ يعني أفكارنا؟ أكيد لا، هو ممكن يكون حصل على أي معلومة، حتى ممكن من خلال واتساب، لأنه واتساب أيضاً تابع لشركة فيسبوك، من خلال رسالة بعتناها أو من خلال أي بوست أو من خلال حتى البحث أو تعليق بيشوفنا نحن بيشوف مهتمين وبيصير بيطلع لنا الإعلانات. التعليق الأخير هو ينفع فعلاً الواحد يرفع قضية تعويض على الفيسبوك ويقبضها بالدولار ويبقى مليونير. الموضوع الأخير عن الحياة الزوجية السعيدة، طبعا لها مقومات كثيرة أهمها الحب والتفاهم والاحترام المتبادل، ولكن زوجان أمريكيان من ولاية كاليفورنيا كشفا سر السعادة واستمرار زواجهما لأكثر من 68 عام. قالا إن سعادتهما الزوجية تكمن وراء ارتدائهما ملابس، خلونا نشوف الفيديو لو سمحتوا، من خلال ارتدائهما ملابس متطابقة كل يوم. فالزوجان فرانسيس وروزماري الذي بدأ ارتباطهما منذ كانا في المرحلة الإعدادية ينسقان ارتداء ملابس متطابقة منذ ما قبل الزواج. وقالت الزوجة، طبعا هذول أحفاد، قالت الزوجة أحضرت لنا أمي قمصانا متشابهة عندما كنا في المدرسة الثانوية، ومنذ ذلك الحين ونحن نرتدي ملابس متطابقة. من جانبه قال الزوج إنه لم يمانع في ترك مسؤولية خزانة ملابسه لزوجته طيلة 68 عام، وأوضح لقد اخترت أنا هذا الأمر لمصلحتي ولا داعي للقلق بشأنه. طبعا مثل ما عم نشوف بالفيديو كانوا دائما يختاروا الألوان ذات أو نفس المشتقات حتى من الألوان لمدة 68 عام. أنا نصيحتي للشباب لا تنعموا بحياة زوجية سعيدة، اتركوا خيار ملابسكم لنسائكم. لهون بتخلص الفقرة، نرجع للزملاء، إلى اللقاء. شكرا لك أيهام، نحن رح نروح لفاصل قصير وبعدها منكون بشوط إضافي.